السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا الريف البلدي. غادي نعطيو مجموعه ديال الاسرار ومجموعه ديال الاشياء اللي كيغفلوا عليها البنات باش ما كيستقش ليهم. اليوم ان شاء الله تبعتوا الفيديو غادي نستق معكم 100%. تابعوا معايا الفيديو الاخير. غادي نبداو على بركه الله بالطريقه. غادي ناخذ هنا اترو ديال الحليب. دائما تنقول لكم البنات بالنسبه للحليب فحنا كناخذ واحد الحليب اللي دغيا تيخسر، يعني كتكون فيه مده الصلاحيه واحد 24 ساعه حتى 48 ساعه، يعني دغيا تيخسر. هذاك هو الحليب اللي خاصنا نخدمو به، يعني ما يكونش من نوع اشتي، ما يكونش من نوع المبستر. كناخذو سيترو ديال الحليب، كنديروا ليه كميه السكر اللي بغينا، نص كاس كاس على حسب اللي بغيتو، كنديروه يفيض يعني كيغلى. كناخذو نص سيترو الاخر هو اللي عندي في الاناء هنا، كنزيد عليه جوج علب ديال الياغورت يكون كريمي. دائما العلب ديال نديرو بنكهه الفاني باش كنحصلو على داك الرايب اللي كنشريو من المحلابات. كناخذو داك نص سيترو ديال الحليب، كنطربوه مزيان مع دوك يقرب الطراب اليدوي، كنخلطوه مع دوك جوج علب ديال الياغورت، ثم كنزيدو هنايا طبيعه الحال حنا كنعطيو بدائل. يعني كاينه راه كنعرفوا الريب ديال المحلبات راه الناس ما تيصيبوهش بالياغورت، راه تيديروا الكينه اللي كيشرو الكينه اللي كتروب كياخذوها من الفرماسيان، يعني هي باش كيروبوا داك الريب اللي كنشريو حنا من المحلبات. لكن حنا دائما كنخدموا ببدائل في البيت ديالنا، بدائل طبيعيه وتعطينا نتيجه مزيانه ان شاء الله. انا درت واحد كيس ديال السكر فاني وزدت واحد لاخر ديال الكيس ديال الزهر، كيعجبني هذاك الكيس ديال الزهر لانه تيعطي واحد المذاق زوين. الا ما عندكمش ديروا نتوما غير الفاني. صافي غادي نخلط مزيان هذوك المكونات وغادي نجيب الحليب اللي فيضته. غادي نعطيكم واحد المعلومه مهمه جدا، في الحال بارد وكنعرفوا ان دابا باقي شويه الحال بارد، كنفيضوا الحليب حتى كطلع فيه الغليه حتى كيفيض. لكن ملي كيكون الحال سخون لا، ملي كتكون دابا شهر 7 ولا شهر 8 فحنا بيض كان ما خاصوش يفيض بزاف. الا فاض هنا في الحال سخون ما كيصدقش لكم الريب. لهذا هاد المعلومه راه مهمه البنات وخاصكم تردوا ليها البال. في الحال سخون ما كنفيضوش الحليب، في الحال بارد ضروري خاصنا نفيضوا الحليب. صافي كنزيدو داك الحليب اللي فيضنا مع الكميه ديال السكر، وكنزيدوه على داك الحليب اللي خلطنا مع الياغورت. كنخلطوهم مع بعضياتهم وكنجيبو كويسات فاش غادي نقدمو هاد الريب. هذا هنا ما هنا كاينين بزاف ديال الطرق. كاين اللي كيدير الماء سخون في واحد الاناء وكيحط فيه الكيسان، يعني ماشي الماء سخون، الماء خاصو يكون غليان. الا ما كناش غادي نديرو هاد التقنيه ديال الفران، تنديرو الماء غليان في واحد اللاطه اللي كتدخل اللاطه، كنخويو الماء غليان وكنديروا الكيسان ديالنا من بعد ما كنعمروهم. وهنا كنصفي باش ما كتبقاش ليا ديك، لان كتشوفوا الحليب فيضناه، ملي كتفيضنا كيخلي كما كنقولوا حنا ديك جلاله ديال الحليب، ديك الفراره ديال الحليب كتبقى الفوق. لهذا انا صفيته. كناخذ القياس ديالي في الكويسات. انايا خديت واحد المنديل ودرته في واحد البلاطو وغادي نستف فيه الكيسان، وكنبدا كنعمر اما زليفات اولا كويسات اولا فيما نتوما فين بغيتو تقدموا هذا الرايب. هذا انا ما كنديرش الماء سخون وما كنديرش الماء مغلي، ما كندير حتى حاجه، كندير واحد التقنيه ديال الفران اللي سبق لي وقدمتها معكم. ودائما هذه هي الطريقه باش كنحضر الرايب شي جوج مرات ولا ثلاثه، وانا كنبارطاجي معكم نفس الطريقه انني كندفي الفران. البنات اللي قالوا لي واش كنبقاو يعني هاد المعلومات البنات، واش الفران يبقى شاعل او لا. مثلا انا عندي الفران سخون طيبت فيه الخبز، الفران عندي سخون طيبت فيه الخبز، كنطفي عليه وكل شيء وكنتخلي هاد الريب. ما كانش عندك الفران مثلا سخون من قبل، كناخذ الفران ديالي كنشعلو على حراره تكون مهيله بزاف. انا كنسخنو على ديك 60 ديك 50 درجه وكنخليه واحد 10 دقائق حتى كيسخن. ملي كيسخن داك الفران كندخل ليه الريب، من بعد طبيعه الحال ما كنغطيه بواحد البلاستيك، اما كديرو فوق واحد الميكان قيه اولا كديرو فيلم اليمونطير كيف غادي ندير انا، وكنعاودو بواحد الحاجه اللي هي ثقيله مثلا مانطا اولا فوطه اولا اي حاجه، شي حاجه اللي كتكون سخونه كنعاودو نغطي، لان الدفا هذاك الدفا هو اللي كيروب لينا هذا الحليب. هذا ضروري من داك الدفا،
داك الدفا اما كيكون هكا فران او كيكون بالمسخون او كيكون يعني كنديروا ليه شي حاجه كندفيو بحال مانطا الى غير ذلك باش دغيا تيروب. اذا تبعتوا هاد التقنيات هادو اللي عطيتكم وهاد لي زاستيس ان شاء الله غادي ما غاديش يبقى عندكم مشكل نهائيا في هاد الريب. انا كما كتاخذوا خديت واحد المعلقه وكنحيد دوك جناب دوك الفراره اللي كتكون اللي ما تصفاتش ليا من الصفايه كنحيدها بالمعلقه باش ما كيجينيش مني كيروب وكيجمد ما كيجيش ما كيجيونيش من الفوق كيبقى كلي كيبقى هذوك الفراره شويه كتعطي واحد واحد المنظر ماشي هو هذاك. هنا غادي نلف كل حاجه بفيلم اليمونتير ولا ديروا غير واحد المي كتكون نقيه ديروها من الفوق وعاودوا كما قلت لكم شي حاجه اللي هي سخونه وكتدخلوا الفران اللي كيكون دافي. الفران راه طافي راه ما كنشعلوش الفران، الفران كيكون طافي غير هو كيكون سخون كيكون دافي، يعني اما نكونوا مطيبين فيه الخبز او مطيبين فيه شي حاجه، الا ما كنا مطيبين فيه حتى شي حاجه فحنا كنشعلوه كيدفى وكندخلوا ليه الريب ديالنا وكنخليوه على الاقل 7 سوايع، مساله ضروريه جدا على الاقل، وخليتوه يبات يكون احسن تحصلوا على نتيجه مزيانه. ما كنتو زربانين به 7 سوايع هي القليله. من بعد ما كنخرج من الفران يعني انا شخصيا كنخلي مثلا درته مع 6 العشيه ولا 5 العشيه كنخليه يبات دال الصباح كنجبدو وكنديرو في الثلاجه ونخليه يبرد مزيان. هانتوما الفران انا دخلت لي دابا البلاطو كيف كتشوفوا انا جعلت لكم البوله غير باش يبان لكم لان الفران داخل مظلم، جعلت البوله ديال الفران غير باش يبان لكم انني مدخله الفران لكن راني طافيه عليه، هذه غير البوله البنات. من بعد ما فاتت ليله كامله دخلته كما قلت لكم واحد ساعه ولا ساعتين حتى برد وكنجبدو وكنزينو حسب الرغبه. كاينين انواع كثيره ديال الريب البنات، حنا عطينا الريب البلدي ديال المحلبات اللي كنلقاو في جميع المحلبات وكنلقاو يعني هنا زينتو بشويه ديال الفواكه الجافه حسب الرغبه. ممكن دير واحد واحد الكولي تاع الفواكه، ممكن ديروا اللي بغيتو تزينوا بالفواكه، تزينوا بشويه ديال كريم شانتيه، تزينوا باللي بغيتو نتوما واللي طبيعه الحال حبيتو. واللي بغى يدخل مذاقات ويدخل نكهات فطبيعه الحال ممكن يدخل نكهات كثيره، راه كاين الريب بالقرفه والعسل، كاين الريب بالنعناع والشوكولاط ابيض، كاين انواع كثيره ديال الريب. انا ما بغيتش ندرجها البنات لان كنقول من الاحسن نقدموا واحد الحاجه اللي هي بسيطه وفي المتناول وحاجه اللي هي حنا مولفينها، يعني ملي كندخلوا نكهات كاين اللي ما كيتقبلهاش كاين اللي ما تيبغيهاش. لهذا انا عطيت واحد الريب اللي هو بسيط وسبق لي وحضرت معكم الريب بالفريز، جميع انواع ديال الريب اللي سبق لي وقدمت معكم غادي نخلي لكم صندوق الوصف. واذا كنتو باغيين هاد الانواع ديال الريب اللي ذكرت فما عليكم الا تخليوها في تعليق، وإلا شفت الإقبال عليه طبيعة الحال غادي ننزل لكم الأنواع ديال الريب اللي ذكرت لكم دابا. خليت لكم الراحلة حلقة مقبلة بحول الله، دمتم في رعاية الله وحفظه.